نحكيه على مسألة أثارت جدل في الشارع التونسي، الشهائد العلمية المزورة. كنا نسمو حديث هو ناس دخلت بعد الثورة مزورة الشهائد العلمية، لكن اليوم نحكيه تطبيقيا وفعليا. بعثوا يعني لجان للتثبت من هذه الشهائد، والبارح وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة أكد وجود شهائد علمية مزورة وإحالة بعض الملفات للقضاء. شنو رأيك مواطنة تونسية كي تسمعك؟ هذا يروا موجودة عنده فترات قديمة، اللي قاعدة العباد تتلاعب معناها بالوثائق هذية، اللي كونه لا عنده فالور، لا عنده حتى لنا شيء، وبالفلوس تلقاه على منصب قوي. وعلاش بلادنا هبتت الهكاية تحت الصفر، وعلاش طاحت بلادنا، وعلاش من الحكاية هذية؟ مأساة بيطمعني الكلمة. ثاني حاجة، النتائج قاعدين نشوفوا فيها على الأرضية، يعني النتائج احنا نشوفوا فيها على الأرضية، يعني كي تشوف أنت المستويات تاع تلامذتنا تو في الوقت هذايا، أو يعني بعض المشاكل الإدارية في بعض الإدارات وبرشا إدارات، مش بعض الإدارات، هو دليل واضح المسؤول أو الموظف عن هذه المهمة غير كفء، مما لا شك في ذلك. يعني أجيال وراء أجيال دمرت من جراء ماذا؟ من جراء الشهائد المزورة. هو ما هوش كفء، يعني ما هيش مهمته، هو قادر يكون خدمة أخرى، يخدم مش عارف أنا في بناء، في قطاع البناء، في قطاع الحدادة، في قطاع النجارة، يصبح أستاذ. ثم اللي دخلوا للشرطة مزور، وفي الابتدائي وفي الثانوي، وثم الجامع، هذوما كلهم راهو سببها كلها جماعة من كان اسمه اللي كان قبل الله يرحمه، هذاك توا ولا ويخدم للناس الكل، كل بالشهادة يدخل في جماعتهم الكل. أنا عندي جماعة مدخل عائلته الكل، ثم الناس المثقفين وعندهم الشهادة قاعدين متايشين. وصلوا حتى يشكوا في كفاءتنا اللي منورين حقيقة في الخارج، يقول لك هاو موظف وما يعرفش يكتب، طلع ما عندوش شهادة. امشي شوف انت اللي نيفو نتاع بكري، بروميير اني ودوزيام اني سكوندير وسيزيام اني، ما شاء الله. وجاتو شوف تويكا معناها الأغلبية ماخذين باك وهي مضروبة. كان يعملوا فيريفيكاسيون باش يشوفوا هالناس هذيا بلايصهم وين وكيفاش، تو تلقى الامور كلها واضحه، راه تونس كلها باتوره، لا يعرفوا يتكلموا. انا اعوذ بالله من كلمتين، انا حضرت في مواقف معناها اجتماعات كبيره معناها داخله معناها امور، فهمتني، وعلى البوديوم يتكلموا ما يعرفوش الالقاء وما يعرفوش يتكلموا، وكاتبين في ورقة. تونديسك المخلوقة هذية كي ناقف على البوديوم نزعزعوا. وقت تشوف انت تلامذة مستوياتهم او طريقة الكتاب نتاعهم او طريقة، دليل واضح، دليل سي واضح، احنا نقولوا فيها من قبل، يقول لي خبر به المعلم اللي قرر كيفاش، ولا الاستاذ اللي قرر كيفاش، يتساءل السؤال هذا، نطعوا فيه من قبل. من قبل اليوم اثبت الشهائد المزورة وهي قديمة مش جديدة. البلاد تهلكت من الاخر، هيك بالضبط. والتزوير مش كان غادي، التزوير مازال داخل في معامة على الإدارة بتاع تونس، ومش حكاية يعني هو بأنه دخل بشهادة مزورة راهو حتى باش يخدم بجديات، يخدم بجديات، هو دخل على الخنان بطبيعته. هو السيد الوزير كي قال القضاء يلزمو يتحرك، يلزمو يخدم على روحه. أنا برشا ملفات من الحجم الثقيل أمام القضاء، ومازال باش ما نوزعوش الاتهامات، بطيء شوي. بطيء برشا، مش شوي، برشا سنين وحنا نستنوا وننتظروا. يلزم القضاء يخدم على روحه، خليه زاد يخدم على روحه، إن شاء الله يكون القضاء مستقل ويكون نزيه، وكل حق واحد ياخذ حقه. كيف يغيب العدل على أي بلاد مش بلادنا بركة، تنجم تستقيم البلاد هذه وتقدم؟ ما تنجمش تستقيم. نغيب العدالة ونزاهة، وشكون مش يحاسب شكون، تدخل بعضها. لابد من تطبيق القانون وبصرامة، لابد من المحاكمة. والمحاكمة بالنسبة لي أنا مش اللي دخل يخدم، لا 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 لا، اللي دخله يخدم، اللي دخل يخدم بأي طريقة باش يدخل يدبر راسه، حتى هو أي هو فرصة باش يتقني، ولكن اللي دخله يخدم لابد من المحاكمة، ويعني أشد وتسليط أشد العقوبات. لازم الحكومة توقف وقفة قوية باش توقف هالفلو هذا اللي قاعد، فهمتني، قاعد معناها العباد اللي قاعده، فهمتني، تاخذ في شهاده مزلسه، وتشوف تلوج
منين خارجين بالضبط، منين المأتم تاعهم، منين جايين بالضبط، خاطر لازم تعرف المصدر منين، لازم الاول نشوفوا ونعرفوا منين جاي هذا كل باش نوقفوا الفلو هذا، خاطر فريمون سي 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 كاتاستروفيك. هاك شوف فهمني، فما عباد مش في بلاصتها. تونس تحت تاحوا للفساد، الفساد نتاع بفلوس نحطك في مستوى عالي وضخامه وكرهبه ودنيا وبيرو وكذا، وهو ما يشم منها حتى شيء. لو يراجعوا انفسهم ويعملوا فيريفيكاسيون اللي يستحق يستحق، مش اكوان دو لا رو. العباد ماتت، العباد تجلطت، العباد كفاءات كفاءات وهم ملوحين. من المستحسن نصلحوا امورنا ونصلحوا بلادنا ونعملوا خطوه باهيه باش ننظفوا. هذه حاجه بسيطه، معالجتها بسيطه، لكن احنا حاجتنا معالجات، ما هو ملفات اكبر من هذه، ملفات اقتصاديه، ملفات اجراميه صارت في البلاد، خيانات عظمى تسمى، هذه معناها معالجه الشهايد العلميه هذا بسيطه اللي يقوس تدليس راهو جريمه. هي تدليس مو جريمه، متفاهمين بها؟ مع الوقت اللي نعيشوا فيه ما غادي يتعاقب حتى واحد، كلها بروباغندا اعلاميه سياسيه، ولكن الواقع لا يتغير. احنا نحبوا معناها عمليا الشيء يتغير، اكل الكلام والشعارات، واحد كلها شعارات فارغه، احنا نحبوا عمليا. انت تكلمت على الفساد صلحوا، تتكلم على التزوير صلحوا، اي حاجه تتكلم عليها لازم نصلحها ولا ما تحكيش عليها، لانه احنا شبعنا بالشعارات. حتى الخوانجيه وقت جاوا كلهم شعارات، عاشوا على الشعارات، لكن عمليا ما ثم حد شيء، لانه الحياه بصفه عامه هي السلوك. باش تكون متحضر اولا لازم تبني شعب. احنا تو الناس كل تو تزور، كلهم يزور، تجي تحكي معاه كيف انا تو قاعد نحكي معاك ونقول لك كيفاش وما كيفاش وعالج، ولكن الاكثريه تلقاهم يزوروا، الاكثريه ياخذ يعطوا في الرشوه، الاكثريه معناها يسرقوا، الاكثريه معناها للاسف هي ثقافه راهو. اذا كان تحب تصلح البلاد يلزم تبني مجتمع مبني على ثقافه صحيحه، والبلاد راهي تتصلح. ها تم كلمه عند الامريكان يقولوها ستوب توكن ليتس دو سمثينغ، معناها يزينا من الكلام، خلينا نعملوا حاجه، احنا التوانسه خلينا نعملوا حاجه يا توانسه، يزينا من الكلام، تكلمنا برشا، نحبوا العمل برشا تو، لانه احنا كشعب وكامه اسلاميه واحد ديما نتكلموا اكثر ما نعملوا. واحنا يلزمنا نعملوا، ويلزم نحطوا الرجل كفاءة والمرأة الكفؤة في مكانها. راهو احنا عندنا كل شيء، عندنا في النساء، عندنا في الرجال. وعلى فكرة كلمة أقولها في حق المرأة، راهي المرأة التونسية تخدم أكثر من الرجل. أنا فعلا كي نمشي للإدارة ونمشي نتعامل مع المرأة خير من الرجل. المرأة تعرف كيفاش تستقبلك وتعرف كيفاش تخدم لك خدمتك معناها ومرأة ثابتة في العمل. الرجل الرجل لما يلوج على الرشوة أو يلوج على الصحبة أو يلوج على المصلحة نتاع غدوة أو معناها، المهم ديما يكركر الرجل.